بسم الله. اللهم اجعلنا نرفع رايات الإسلام لتكون كلمتك هي العليا وكلمة اللئام أسفل سافلين يا كريم يا عليم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم مبعدون مبعدون، ركزوا بالمية على المبعدون عن جنة النعيم، لا يسمعون حسيسها يعني أذاها الصوتي، جهنم ما احنا ما توصلناش، أكل تغلي تقول هل من مزيد، تزيد ترتفع في غيرها على ساكنيها اي مالا وسري لي اوت دي لونفير، لا يسمعون حسيسها اي نحن وهم في مشتهت انفسهم خالدون. احنا في شهوات الحلال، تكون شهوات روحانيه عقليه ماديه جنسيه على ايقيه، الكل عنا بفضل المنعم الاكبر سبحانه وتعالى. لا يسمعون حسيسا وهم في مشتت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، الفزع الوعد الحق، وتتلقاهم الملائكة وشوفك الاستقبال le plus beau accueil le plus bel accueil، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، باشتركوا لي ربي صادق الوعد، والسلام على من تمثل لأوامر الرحمن فطبق ما يستطيع من تطبيق الكلام الطيب والعمل الخير، والسلام علينا في ثلاث ديار، ديار الدنيا والحياة البرزخية اللي احنا عنا قبور ليست كمثل قبور الكافرين، بل هي مروضات الجنان رحمة من رب العالمين، وآخر مطاف ينتهي مطافنا في الخلود لجنة النعيم، والسلام علينا آل محمد عليه الصلاة والتسليم.